بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان السنة الرابعة متوسط لبيام 2010. إذن قال: يمثل الشكل المقابل أرضية قاعة حفلات مكونة من مربع الذي هو يظهر هنا أمامكم باللون الأحمر، ها هو، ومستطيل الذي يظهر هنا باللون الأخضر، ونصف دائرة الذي يظهر هنا باللون الأسود. طول قطر المستطيل يزيد عن طول قطر المربع باثنان سنتيمتر. ما معناها طول القطر؟ معناه يقصد به هذا يا أبنائي، هذا وهذا للمربع وهذا للمستطيل. الذي عند المربع المستطيل يفوقه باثنان متر، ليس ضعفه كما يعتقد البعض، إنما يفوقه فقط. قال: ومجموع طوليهما 28 متر. يعني لما نجمع هذا مع هذا الطول كم نجد يا أبنائي؟ 28 متر. يريد صاحبها تبليطها ببلاط سعر المتر المربع كم؟ 800 دينار جزائري. بدأت الأسئلة. قال: أحسب طول قطر المربع، أحسب طول وعرض المستطيل، علما أن أعطيت لنا كوس هذه الزاوية الألفا تساوي لنا 0.8، وأحسب السعر الإجمالي للبلاط. إذن لننطلق أبنائي نقطة بنقطة لحل هذه الوضعية الإدماجية. نتابع. إذن قال: أولا طول، إذن هنا في الأول طول قطر المستطيل يزيد عن طول قطر المربع باثنان متر. إذا ها هو، قلنا القطر الأول، ها هو قطر، وها هو قطر آخر، واحد للمستطيل والآخر لمن؟ للمربع. يزيد عن طول قطر بمربع باثنان متر. إذا هنا معناه إذا سمينا هذا الطول، سميناه إيغريك، طول هذا القطر للمستطيل، هذا نسميه إكس. تابعوا جيدا. إلا أن هذا الإيغريك، إيغريك يصبح كم؟ يفوق الإكس ليس بمرتين كما يعتقد، إنما يفوق إكس زائد إثنان. مثل ما نقول لشخص: أنا عندي أفوتك يعني بحبتان، إذا كانت عندي عنده 10 أن تكون عندي 12 ليس 20. إذا قلنا هذه العلاقة، حيث ماذا نقول أبنائي؟ حيث نرمز إلى الإكس بمن؟ بقطر المربع، وإيغريك بماذا؟ وإيغريك نرمز له بطول، كذلك طول، كلهم طول على كل حال، طول قطر المستطيل، هنا كذلك طول قطر المربع، يعني حتى تفهموا هذه الأشياء. ركزوا أرجوكم. الآن إذا يوجد لنا علاقة ما بين هذين الطولين، ها هي أمامكم، انظروا. قال: وكذلك ومجموع طوليهما، يعني لما نجمع الإكس، إكس زائد ماذا؟ زائد إيغريك، قال تساوي كم؟ تساوي 28 متر. يعني لما نجمع هذا الطول مع هذا الطول عندنا هذه علاقة ثانية. الآن بدأت الأمور يا أبنائي تتوضح رويدا رويدا. تابعوا جيدا. إذا سمينا الإكس هو طول قطر المربع، والإيغريك طول قطر المستطيل. جاءت الأسئلة. قال: أحسب طول قطر المربع. إذا نقول: حساب طول قطر ماذا؟ عفوا، قطر المربع الذي سميناه في هذا، في هذه الحالة ماذا؟ إكس. يعني يريد أن نجد قيمة الإكس. هنا أكيد يا أبنائي الأمر جد 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 بسيط. لاحظوا هنا، لو نأتي بهذه القيمة، إيغريك كم يساوي؟ يساوي لنا إكس زائد إثنان، ونعوضها في هذا الموضع فقط. عوضوا، إذا إيغريك يساوي لنا إكس زائد إثنان، نعوضها في هذه المعادلة الثانية، يعني كأنما أصبحت هنا جملة معادلة. إذا نقول: نعوض قيمة
إيجراج مثلا هذه إذا سميناها معادلة واحد هذه نسميها معادلة اثنان، نعوض قيمة الإيجراج في المعادلة اثنان فنجد، فماذا نجد أبنائي؟ نجد أنه إكس زائد هذه لما عوضناها هنا أصبحت إكس زائد اثنان يساوي 28، وهنا كأنما انطلقنا في حل ماذا؟ في حل معادلة من الدرجة الأولى. عندي إكس وإكس كم؟ يساوي لنا اثنان إكس، يعني حبة وحبة، اثنان حبة، يعني تصبح لنا اثنان إكس. أما هذا فننقله إلى هذه الجهة ونغير إشارته، يصبح يساوي لنا 28. ماذا أبنائي؟ لاحظوا نقطة بنقطة، نتابع. إذا تصبح لنا قلنا ناقص اثنان، وتصبح لنا اثنان إكس يساوي 28 وننقص لها اثنان تصبح لنا 26. بما أن اثنان في، فالفي إذا انتقل هذا العدد ينتقل إلى المقام مع إشارته، فيصبح إكس يساوي 26 على اثنان. بالآلة الحاسبة سوف تعطيكم إكس يساوي كم أبنائي؟ يساوي لنا 13 لكن متر. ها هو الآن يا أبنائي ماذا؟ طول القطر بكل بساطة هو كم؟ هو 13 متر فقط. الآن بعدما أكملنا مع هذا الشيء اللي هو طول قطر الإكس هذا وجدناه الذي أشير هنا، هنا كم؟ 13 متر. قال السؤال الذي جاء بعده أحسب طول وعرض المستطيل اللي هو المستطيل الذي يظهر لنا هنا باللون أخضر. هذا هو المستطيل يا أبنائي، انظر ها هو المستطيل يريد أن نجد له طول وعرض. ها هي أمامكم، انظروا بهذه البساطة، انظروا أبنائي يريد منا أن نحسب الطول والعرض. إذا نقول حساب، تابعوا، حساب طول وعرض ماذا؟ وعرض المستطيل. هنا أبنائي قال الطول، لم يقل الطول ثم العرض، قال الطول والعرض، يعني نحسب الطول هو الأول أم العرض هو الأول لا يهم. عندنا إذا قلنا هنا في الشكل، نأتي دائما إلى الشكل لأن الشكل يساعدنا كثيرا. إذا سمينا هذه نسميه المينيسكيل يعني العرض، وهذا نسميه الماجيسكيل معناه الطول. نكتبه هنا، إذا نكتب هنا ال صغير عرض ماذا؟ عرض المستطيل، عرض المستطيل، وال ماجيسكيل نسميه طول المستطيل، ويريد منا أن نحسب الطول والعرض. هنا لو تلاحظوا معي جيدا أبنائي وتركزوا معي تابعوا. الآن عندنا الزاوية أعطيت لنا اللي هي ها هي الألفا، أعطيت لنا الكوس لديها وصفر فاصل ثمانية. وهل الإجراج يا أبنائي نملك قيمته؟ هذا الإجراج لا نملك قيمته، لكن يمكن أن نحسبها لنستغل الكوس والسينس اللي هو، لاحظوا نقطة نقطة أبنائي حتى تعلموا. وجدنا قيمة الإكس ها هي أمامكم كم؟ وجدناها 13، نقول هنا لنجد الإيجراك، فيصبح لنا هنا إيجراك مباشرة كلكم تلاحظون تصبح لنا 13 زائد 2 اللي هي تصبح لنا 15 متر. إذن هذا طول قطر ماذا؟ طول قطر المستطيل يا أبنائي. يقول أحدكم يا أستاذ لكن لماذا قمت بحسابه؟ حتى نستغل الكوس هذا والسينس، الكوس بالدرجة الأولى لأنه هو الذي أعطي لنا في هذا التمرين. نقول لدينا ماذا؟ لدينا كوس ألفا يعني كوس أي زاوية معينة يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا المقابل، ها هي الزاوية، انظروا ها هي الزاوية، مقابلها هو هذا يا أبنائي، عفوا المجاور، ها هو المجاور بالدرجة الأولى على الوتر، ها هو الوتر. إذا الكوس يساوي المجاور اللي هو ال
ماجيسكيل على الوتر اللي هو إيغريك. الوتر هذا لماذا؟ لأن قلت الوتر هنا يا أبنائي لأن هذا مستطيل، والمستطيل فيه زاوية قائمة، إذا نطبق عليه الأمور مثل نظرية فيثاغورس. إذا الكوس يساوي لنا قلنا المجاور اللي هو ها هو مجاور الزاوية، حتى تفهموا يقول الكثير منكم يقول ما هو المجاور؟ المجاور هذا، والمقابل هو الذي يقابل الزاوية. أين هي الزاوية؟ ها هي أمامكم الزاوية، انظروا جيدا. مقابل مجاور، المجاور هو الذي بجانبك. إذا لدينا قلنا كوس يساوي لنا المجاور على الوتر، ويصبح لنا منه ماذا أبنائي؟ ركزوا أرجوكم، يصبح لنا الكوس نحن نملك قيمتها، ها هي يا أبنائي كم؟ 0.8 يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا ال على ماذا؟ على الإيغريك. ها هي قيمة الإيغريك يا أبنائي، ألا وهي كم؟ 15. هنا بجداء الطرفين في جداء الوسط، لأن مقام هذا هذا في هذا يساوي لنا هذا في هذا، يصبح لنا ال في واحد اللي هو ال يساوي لنا ماذا؟ 0.8 في ماذا؟ في 15. نأتي بالآلة الحاسبة يا أبنائي ونقول 0.8 في 15 أعطت لنا 12، أعطت لنا هنا 12 ماذا؟ متر. إذا ال ال لاحظوا ال يساوي لنا كم؟ 12 متر. هذا ما هو يا أبنائي؟ هذا هو العرض، الطول عفوا، الطول قد حسب عفوا، الطول حسب ب 12 متر. نأتي الآن إلى حساب العرض. إذا حساب، نقول حساب، تابعوا جيدا، حساب العرض ال منسكيل. لاحظوا هنا أبنائي، ركزوا، نقول بما أن الشكل، ما هو هذا الشكل؟ هذا هذا الشكل هو مثلث قائم، الشكل فيه مثلث قائم، ها هو أينكم؟ أين هو قائم؟ فيمكن أن نستغل ماذا يا أبنائي؟ فيمكن أن نستغل شيء اللي هو نظرية فيثاغورس. فنقول ماذا؟ عندنا هذه القاعدة اللي هي إيغريك، نقول حسب مبرهنة أو نظرية فيثاغورس، فإن ماذا أبنائي؟ فإن إيغريك مربع، اللي هو هذا مربع، يساوي لنا هذا مربع، اللي هو يساوي لنا آل الطول مربع زائد العرض مربع. ونحن ماذا نريد؟ نريد أن نبحث عن هذا، فعلينا أن ننقل هذا إلى هنا، فيصبح لنا آل مربع يساوي لنا إيغريك مربع، ثم ننقل هذا قلنا هنا ماذا يصبح؟ يصبح لنا ناقص آل ماجيسكيل مربع. بما أن فيه قاعدة هنا هي قاعدة الأطوال، فيصبح لنا آل، تقول القاعدة إذا نزعنا التربيع، لأن هذا التربيع ليس في اثنان، التربيع نجعل شيء اسمه الجذر، فيصبح لنا إيغريك مربع ناقص ماذا؟ ناقص آل مربع، وتصبح هكذا إيغريك مربع اللي هو كم؟ 15 مربع ناقص 12 مربع تحت الجذر تصبح تساوي. نأتي كذلك إلى هنا لنقول 225 ناقص 144 تساوي، ثم نجذرها يا أبنائي، أعطت لنا 9 بالآلة الحاسبة، معناها تعطي لكم كم؟ إذا أصبح آل اللي هو العرض المينيسكيل آل يساوي كم؟ 9 متر. ها قد الآن يا أبنائي قد قمنا بحساب الطول والعرض لهذا، تابعوا جيدا، لهذا المستطيل. الآن بعدما قمنا بحساب هذه الأطوال، بقيت لنا أطوال ربما علينا أن نحسبها كذلك. قال أحسب مساء، أحسب السعر الإجمالي للبلاط. أن نقول حساب، تابعوا جيدا، حساب السعر الإجمالي للبلاط.
لكن السعر الإجمالي يا أبنائي، قبل أن نقوم بحساب السعر الإجمالي علينا أن نحسب مساحة، لأن نحن نعلم سعر المتر المربع الواحد، ها هو 800 دينار جزائري، هذا متر واحد. ولكن نحن نريد أن نحسب في الأول، نقوم بحساب مساحة القاعة، أي مساحة الأشكال الثلاثة. ما هي الأشكال الثلاثة هنا؟ المربع والمستطيل والنصف الدائرة. الرقم هنا، متابع جيدا، قلت بالرغم أن هنا لا يمكن أن نقول نصف مساحة نصف الدائرة، لكن نقول نصف القرص، لأن الدائرة لها محيط، لا يوجد لها مساحة. إذن ونصف القرص. لاحظوا جيدا هنا أبنائي، أولا ننطلق بمساحة ماذا؟ بمساحة المربع. مساحة المربع إذا نقول، إذا سميناها آس واحد هي مساحة المربع. ماذا تقول مساحة المربع؟ ركزوا أرجوكم نقطة أبنائي حتى تتعلموا. مساحة المربع تقول الطول ضلع في الضلع، لكن نحن لا نملك طول الضلع، إنما نملك طول الوتر. إذا قلنا، نحن قلنا أن هذا يساوي إكس، إذا سمينا هذا الضلع هو A وهنا A، فماذا تقول القاعدة؟ فيصبح هذا كذلك A وهذا A. فنقول حسب نظرية فيثاغورس، ماذا تصبح أبنائي؟ المساحة آس واحد. قبل أن نذهب إلى المساحة آس واحد، كيف يمكن أن نحسب الA؟ نقول عندنا هنا ماذا تقول؟ تقول إكس مربع يساوي لنا ماذا؟ ركزوا أرجوكم، يساوي لنا هذا مربع A مربع زائد ماذا؟ زائد هذا مربع، لأن المثلث هذا يا أبنائي، هذا المثلث الذي أريكم إياه هو مثلث قائم ومتساوي الساقين. إذن هذا مربع حسب نظرية فيثاغورس زائد هذا مربع يساوي الوتر مربع، يعني يساوي لنا إذن زائد A مربع، يصبح لنا إكس مربع نحن نملك قيمته. قبل أن نأتي، ها هو القيمة، نعوضها هنا، فتصبح لنا 13 مربع يساوي لنا كم؟ 2A مربع، 2A مربع بهذه. إذن لكن نتابع جيدا، هنا وجدنا ماذا؟ لم نقل هنا أن هذه هي المساحة، لا، ولكن يصبح لنا ماذا؟ ركزوا أرجوكم، تابعوا نقطة أبنائي لحساب هذه المساحات بأبسط طريقة، تابعوا، لاحظوا أبنائي. إذن نتابع، أي أن تصبح لنا هذا يأتي إلى هنا، فيصبح لنا A مربع يساوي لنا 13 مربع، لاحظوا 13 مربع على A، على 2. هذا فيما يخص ماذا؟ طول الضلع مربع، يصبح منه A يصبح كم يساوي؟ نجذر، يصبح لنا 13 مربع على 2 تحت الجذر. هذا فيما يخص ماذا؟ هذا طول الحرف الواحد. نأتي الآن إلى آس واحد يساوي، قلنا ماذا تساوي مساحة المربع؟ تساوي لنا ضلع في ضلع. ما معنى ضلع في ضلع؟ معنى هذا في نفسه، ركزوا، يصبح لنا A قلنا في A، ومنه آس يصبح كم؟ الA هو اللي هو 13 مربع على 2 تحت الجذر، في نفسه اللي هو جذر 13 مربع على 2. بما أننا نضرب الجذر في الجذر، تعلمنا أن ماذا يحدث يا أبنائي؟ يذهب الجذر، فيصبح لنا آس واحد، ركزوا، يساوي لنا كم؟ يساوي لنا 13 مربع على ماذا؟ على 2. هذا فيما يخص آس واحد. ها هي آس واحد، نتركها هنا.
بعدما حسبنا الاس واحد ووجدنا هذه القيمة، ويمكن أن نضيف شيء آخر اللي هو سنتيمتر مربع. تابعوا جيدا، إذن هذه ثم نضيف هنا سنتيمتر مربع لأنها مساحة. سنتيمتر مربع، عفوا متر مربع، نعتذر أبنائي، متر مربع. نرجوكم، أرجو منكم أن خطأ فقط. نأتي الآن إلى حساب المساحة الثانية. نقول مساحة المستطيل نرمز لها بأس 2. مساحة المستطيل ماذا تقول؟ تقول الطول في العرض يصبح لنا أس 2 يساوينا الطول ال في ال مينيسكيل، ماجيسكيل في ال مينيسكيل، نحن نملكهم للاثنان. ال كبيرة ها هي 12 في ال الصغيرة اللي هي 9، فيصبح لنا أس 2 يساوي، نتابع. إذا كم نجد؟ نجد هنا 108 متر مربع. هذه هي يا أبنائي المساحة الثانية، ونتركها هنا كذلك. تابعوا نقطة نقطة أبنائي حتى تعلموا. نأتي الآن إلى مساحة نصف القرص. مساحة نصف القرص نرمز لها بأس 3. مساحة القرص ما هي؟ مساحة القرص تقول هي بي في آر مربع، فتصبح لنا بما أن هذه ليس دائرة إنما نصفها فقط، يعني ليس قرص إنما نصف قرص، فتصبح لنا آس، ركزوا، آس 3 تساوي، قلنا بي في آر مربع، هذه إذا كانت قرص كامل. أما بما أنه نصف نقسم على 2، حيث هنا آر يا أبنائي اللي هو آر، هذا حتى نشرحه لكم، آر هو نصف قطر ماذا؟ القرص. نصف قطر القرص لو تلاحظونه أليس هو هذا الطول؟ وهذا الطول أليس هو يا أبنائي هو الآل اللي هو الطول، طول المستطيل؟ نعم. كم قيمته؟ ها هي أمامكم، اللي هي هذا آر بكل بساطة هو 12 متر، عفوا على ماذا؟ على 2. لماذا؟ لأن نصف القطر ليس هو قطر. تابعوا، ها هو من هنا، إذا من هنا إلى هنا هو، إذا كانت القطر، القطر كله هو 12، لكن نصف القطر كم يصبح يا أبنائي؟ يصبح لنا 6 متر. قلت يصبح لنا 6 متر حتى تفهموا هذه الأمور، لأن نصف قطر ليس قطر. فنعوض الآن فتصبح تساوي كم؟ بي اللي هو 3.14 في 6 مربع اللي هي 36، قلت في، ركزوا، في 6 مربع، لأن نصف القطر هنا 6 نربع يصبح لنا كم؟ 36 على ماذا؟ على 2، فيصبح لنا أبنائي آس 3 تساوي. لو نأتي الآن هنا بالآلة الحاسبة ونقول 3.14 في 36 تقسيم ماذا؟ تقسيم 2 تعطي لنا، نتابع نعيد، فنجد أبنائي 56.52 ماذا؟ متر مربع. هذه هي يا أبنائي مساحة ماذا؟ مساحة الشكل الدائري. الآن بعدما قمنا بحساب مساحة الأشكال الثلاثة، هنا الأمر للتكلفة يصبح أمر بسيط. أولا نحسب مساحة الآس يعني الكلية، إذا مساحة، نقول مساحة القاعة ما هي؟ تصبح لنا آس، إذا سميناها، تساوي لنا آس واحد زائد آس 2 زائد آس 3 تصبح لنا آس يساوي. نأتي هنا بالعمل، نقول 13 مربع على 2، ركزوا، إذا 13 مربع تقسيم 2 اللي هي 84.5، إذا هذه تعطي لكم هنا حتى تفهموها 84.5 متر مربع، زائد ماذا؟ زائد 108
زائد ماذا؟ 56.52 أعطت لنا هنا 200، لاحظوا 249.02 متر مربع. هذه هي يا أبنائي مساحة ماذا؟ مساحة القاعة كليا، هذه التي أريكم إياها. ركزوا أرجوكم نقطة نقطة حتى تتعلموا إلى هذا التمرين. الآن التكلفة، إذن التكلفة حساب السعر الإجمالي أو التكلفة، حساب التكلفة أو السعر الإجمالي، إذا رمزنا لها برمز ك، ماذا تقول؟ تسمح لنا نستعمل هنا طريقة القاعدة الثلاثية. لاحظوا قال يريد صاحب تبليطها ببلاط سعر المتر المربع الواحد، إذن هكذا وهكذا. لاحظوا جيدا، واحد متر مربع كم يعني له، كم سعره؟ هو 800 دينار جزائري، ونحن نملك اس اللي هي هذه القيمة اللي هي 249.02 متر مربع، يقابلها ماذا أبنائي؟ إذا قلنا أنه يقابلها ك، فماذا ينتج يا أبنائي؟ ينتج أنه ك يصبح يساوي، أكيد هذا واحد يعني لا يحدث لنا شيء، يساوي لنا هذا في هذا تقسيم هذا اللي هو واحد، فتصبح لنا 800 في ماذا أبنائي؟ في 249.02 وتساوي، نأتي قلت إلى هذه القيمة ونقوم بضربها في 800، فنجد ماذا أبنائي؟ نجد هذا المبلغ الذي قيمته إذا ك يصبح يساوي لنا 1.99216 دينار جزائري. هذه هي تكلفة هذا البلاط إذا الذي هي 199216 دينار جزائري. هذه هي كلفة تبليط هذه قاعة الحفلات. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء، أتمنى قد استفدتم من هذا التمرين الرائع، ولا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية، وزوروا صفحتنا اللي هي صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديدنا باستمرار، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.